بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في المحاضرة رقم 8 من محاضرات المراجعة على البيم بوك الإصدار السادس. إن شاء الله هنبدأ مع بعض النهاردة في شابتر 11، هنراجع مراجعة وهنحل أسئلة على شابتر 11 اللي هو شابتر بروجكت ريسك مانجمنت، إدارة المخاطر في المشروع. في البداية قبل ما نبدأ في السبع عمليات اللي موجودين معانا النهاردة، حابب أبدأ كده بمقدمة يعني إيه ريسك. طبعا كلنا عارفين إن الريسك هو uncertain event or condition، هو حالة شك غير أكيدة ممكن تحصل وممكن لا، ولكن في حالة حدوثها بيكون ليها تأثيرات إيجابية أو سلبية، بيكون ليها effect تأثير إيجابي positive أو سلبي negative. طيب بتأثر على إيه؟ بتأثر على الـ Project Objectives، على أهداف المشروع. أهداف المشروع اللي هي إيه؟ زي الـ Scope، الـ Cost، الـ Quality وهكذا. هو ده تعريف الـ Risk. طيب هنكمل مع بعض موضوع تعريف الـ Risk. طبعًا مدير المشروع لازم ما يستناش إن المشكلة تحصل بعد كده يبدأ يتعامل معاها، لأ، مدير المشروع لازم يكون Proactive. يعني لازم يتعامل مع المخاطر ويمنع حدوث المشاكل قبل حدوثها. Focus on preventing them، يعني لازم يمنع حدوث المشاكل. طبعا يعني لما انت بتعمل خطة للمخاطر وبتنفذ عمليات المخاطر، ده بيمنع مشاكل كتير جدا انها تحصل في المشروع. واسباب فشل المشاريع غالبا بيكون من فشل مدير المشروع في تقييم المخاطر اللي بتحصل في المشروع. طيب ايه الفرق ما بين الريسك والايشو، يعني الخطر والمشاكل؟ طيب انا قلت قبل شويه ان الريسك ممكن يحصل وممكن لا، يعني اعرف من كده ان هو في احتماليه، في probability، ممكن 60% 70% 80% 90%، ده كله ريسك، هو لسه ما حصلش. انما لما الريسك يحصل 100% ده احنا بنسميه ايه؟ ايشو. ده يعني خلاص ده بقى مشكله، خلاص بقى يعني بقى امر واقع، حصلت المشكله 100% كده احنا بنسميه مشكله. طيب دلوقتي المخاطر ليها تاثيرات ايجابيه او سلبيه. طيب التاثيرات السلبيه او النيجاتيف احنا بنسميها threats او تهديدات، انما المخاطر الإيجابية أو البوزيتيف إحنا بنسميها إيه؟ فرص، بنسميها opportunities. في برضو حاجة مهمة جدا، يعني كتير مننا أول ما يسمع كلمة ريسك هيفكر إن هي حاجة سلبية، خطر حاجة سلبية، نيجاتيف هتأثر على المشروع. لا، الريسك زي ما هو سلبي برضو الريسك ممكن يكون بوزيتيف، فرص ولازم نستغلها. فلازم انت هنا ستوب ثينكينج، يعني وقف تفكير ان الريسك بس خطر او حاجه سلبيه. لا، الريسك ممكن يكون برضو حاجه ايجابيه ولازم نتعامل معاها ونستغلها. هنبدا مع بعض في محتوى محاضره النهارده. عندنا سبع عمليات. طبعا شابتر الريسك من الشباتر الطويله جدا، هي وشابتر الانتجريشن، هما الاثنين فيهم سبع عمليات. زي ما احنا شايفين كده ان احنا عندنا النهارده سبع عمليات، خمسه منهم بس في مرحله البلاننج، مرحله التخطيط، وعمليه واحده بس في التنفيذ في مرحله الاكسكيوتنج، وعمليه واحده بس في مرحله المراقبه والتحكم او في المونترنج اند كنترول. طيب نفهم ايه من الشكل اللي معانا ده؟ هنفهم ان شابتر الريسك او عمليات المخاطر تهتم اكتر بموضوع التخطيط. يعني احنا لازم نركز، لازم نخطط بشكل جيد جدا ازاي نعمل خطه لاداره المخاطر وتعريف المخاطر وتحليلها وعمل استجابه ليها عشان نقدر ان احنا ننفذها ونقدر ان احنا نعمل عليها مراقبه وتحكم. فالتخطيط للمخاطر ده من المواضيع المهمه جدا ولازم نركز عليها. طيب الشكل ده من البيم بوك الإصدار السادس، ده طبعا عندنا سبع عمليات.
اول عمليه موجوده معانا النهارده وهي عمليه البلان ريسك مانجمنت. زيها زي اي نوليدج اريا لازم بنبدا بعمليه بلان، بخطه عشان تطلع لي خطه ريسك مانجمنت بلان. هنطلع خطه هتقول لي هاو، هتقول لي ازاي هتعامل مع باقي العمليات اللي بتيجي بعد كده. يعني هتقول لي هاو ازاي هعرف المخاطر، ازاي هحللها، انا عندي هنا عمليتين تحليل، ازاي هعمل استجابة، يعني ازاي هتعامل مع المخاطر دي لما تحصل، وازاي هنفذ الاستجابات. انا هنا خططت، عملت خطة بلان ريسك ريسبونس، هنا هنفذ الريسك ريسبونس ده. وطبعا لازم يكون عندنا عملية مونيتور للريسك، هنراقب الريسبونس ده هل هو افكتيف فعال مع يعني في التعامل مع المخاطر ولا لا. وطبعا لازم بنعمل موضوع الريسك اوديت، طبعا ده بيكون في مرحلة المونيتور ريسك. عندنا هنا تولز مهم جدا اللي هو الاوديت، ده بيشوف يعني ده بيشوف الافكتيفنس او فعالية تطبيق عمليات إدارة المخاطر في المشروع. طيب عندنا أول عملية هي عملية البلان ريسك مانجمنت. طبعا هيبقى عندنا انبوتس هامة جدا للشارتر، لأن هو في كل حاجة بشكل هاي ليفل، هاي ليفل ريسك هنستعين بيه، تمام. وطبعا هنستعين بالخطة بتاعتنا والاي اف والاو بي اي. طبعا طالما هنا في عملية بلان في تخطيط، هستعين بالخبراء، وهنستعين بالخبراء هيعملوا ميتينج وهيحللوا البيانات عشان نطلع بالخطة. اللي انا هستعين بيها هنا كمدخل في عمليات في كل العمليات اللي بتيجي بعد كده، عشان هي بتقول لي هاو ازاي، فاكيد هتبقى عندي هنا انبوتس في الايدنتيفاي وفي التحليل وفي الريسبونس وحتى في الكنترول، تمام. طبعا تاني عمليه الايدنتيفاي ريسك هنطلع منها حاجه مهمه جدا، وهي الريسك ريجستر، سجل المخاطر. ده سجل بيتسجل فيه المخاطر، سواء مخاطر سلبية نيجاتيف أو بوزيتيف أو إيجابية، تمام. طبعا عشان نطلع الريسك ريجستر بنستعين ببعض البلانز، بعض السبسيدري بلانز، بعض الخطط الفرعية وبالأجريمنت والإي إف والأو بي. وطبعا هنستعين بالإكسبرت جادجمنت، بالخبراء هيعملوا ميتينج وهنحلل البيانات اللي موجودة عندنا كلها عشان نطلع بالريسك ريجستر. طيب انا هنا معلم بالاصفر على الريسك ريجستر، لازم تبقى عارف كويس جدا، ده من المواضيع المهمه جدا، ان الريسك ريجستر بيخرج من عمليه الايدنتيفاي ريسك، بس ما بيوقفش عند كده، لا، ده بيطلع عندك ابديت في جميع عمليات الريسك. يعني هيطلع عندنا هنا ابديت، طبعا هو يعني موجود من ضمن البروجكت دوكيومنتس ابديت، هيطلع عندنا ابديت من عمليتين التحليل، هيطلع عندنا ابديت من عمليه البلان ريسك ريسبونس، هيطلع عندنا ابديت برضو من الامبلمنت ريسك ريسبونس، هيطلع عندنا برضو ابديت من البروجكت دوكومنتس ابديت. يعني نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان الريسك ريجستر بيتعمل له ابديت في عمليات المخاطر، جميع عمليات المخاطر. هيطلع هنا اوتبوتس، هيدخل هنا كانبوتس، هيطلع هنا ابديت، هيدخل بعد كده انبوتس. يعني هو انبوتس واوتبوتس في جميع عمليات المخاطر. بيطلع يعني بدخل انبوتس بنستعين بيه وهيطلع عندنا كمخرج. ده موضوع مهم جدا جدا لازم تكون عارفه. العمليه الثالثه طبعا عمليه تحليل النوعي كواليتاتيف ريسك اناليسيس، فقط هي بتقول لك او احنا يعني احنا بنستفيد من العمليه دي، احنا بنعمل ريتنج، بنعمل تصنيف للمخاطر، هل هي مخاطر عاليه هاي ولا مودريت ولا لو، لكن ما نعرفش الامباكت بتاعها ايه كرقم. لو انت عايز تعرف الامباكت كارقام، في عمليه خاصه بكده وهي عمليه التحليل الكمي quantitative risk analysis، هي عمليه تحليل رقمي، تحليل كمي، بنعرف الامباكت عندنا ايه، سواء الامباكت ككوست، يعني كم هتكلفني المخاطر دي كفلوس، وايضا الامباكت على التايم. بعد كده بعد ما عرفنا وحللنا، طبعا لازم تبقى عارف يعني موضوع مهم جدا، ان عمليه التحليل الكمي مش يعني انت مش بتطبقها لكل المشاريع، فقط المشاريع الكبيره، المشاريع اللي هي بمليارات، اللي هي انت تصرف عشان تعرف الامباكت كارقام، فمحتاج سوفت ويرز، محتاج خبره، فهي عمليه مكلفه. عشان كده البيم بوك قال لنا ان هي عمليه فقط بنطبقها في حاله ان احنا محتاجينها،
انما التحليل النوعي الكواليتيف ده بيتعمل في كل العمليات، ده بيتعمل سوري في كل المشاريع، بنعمل تخطيط وتعريف للمخاطر وتحليل نوعي. يعني احنا ممكن نعدي العمليه دي ونحلل تحليل نوعي وندخل على طول في البلان ريسك ريسبونس. بعد ما حللنا بنشوف بقى، بنعمل استراتيجيات في التعامل مع المخاطر، سواء المخاطر السلبيه او المخاطر الايجابيه، او ازاي احنا بنتعامل معاها. تمام، طبعا ده كله بيخرج ابديتس في الريسك ريجستر. طيب بعد ما خططنا وقلنا ازاي هنتعامل، هننفذ بقى وهنطبق الريسك ريسبونس ده. طيب هنطبقه خلاص ونمشي، ولا لازم عمليه تقول لنا هل احنا الخطط اللي كنا حاطينها دي او الريسبونسز الاستجابات دي فعاله ولا مش فعاله، او نشوف غيرها؟ لازم يكون في عمليه مونيتور هنراقب الكلام ده، هل هي افكتيف؟ لما احنا هنا عملنا استراتيجيات في التعامل مع الثريتس التهديدات او مع الفرص، هل هي فعاله؟ هل تطبيق عمليات المخاطر بتطبق حسب البلان ولا محتاجين نعدل حاجه في البلان؟ مين هيقول لنا الكلام ده كله؟ اكيد عمليه المونيتور ريسك. طيب ده سؤال للناس كلها، هل كل المشاريع لازم بنعمل لها بلان ريسك مانجمنت؟ لازم نخطط للمخاطر وبنحللها وبنعمل لها مراقبه، ولا بس المشاريع الكبيره؟ انا عايز اقول لك ان جميع المشاريع سواء كبيره او صغيره لازم بنطبق عمليات اداره المخاطر. ده موضوع مهم جدا جدا جدا، لكن يعني مش كل الشركات للاسف ان هي بتعمل الكلام ده، لكن هو لو احنا جينا نشوف الصح او اللي لازم يتطبق، هي سواء المشروع بتاعك صغير او كبير. فاكرين لما احنا قلنا في حاجه اسمها تيلورينج، اخذناها في اول شابتر خالص في الفريم ورك. يعني ايه تيلورينج؟ يعني تخصيص، يعني مش لازم انك تطبق كل الانبوتس والتولز والتكنيك اللي موجوده، لا، انت مشروعك صغير بسيط، اختار بس اللي انت محتاجه. انا ما قلتلكش طبق كل العمليات او طبق كل التولز والتكنيك اللي موجوده، لا، مش لازم تاخدها كلها، فقط خد اللي مشروعك محتاجه او حسب امكانيات الشركه عندك، امكانيات المشروع، وطبقها. لكن لابد من التخطيط وتعريف المخاطر وتحليلها وتراقبها طول المشروع. ده موضوع مهم جدا جدا، وانا حبيت في الاول ان انا اعمل اوفر فيو كده على عمليات المخاطر قبل ما ادخل في اول عمليه موجوده معانا النهارده. هنبدأ في أول عملية موجودة معانا النهاردة، وهي عملية البلان ريسك مانجمنت. طبعا احنا هنا في مرحلة البلانينج، مرحلة التخطيط. هنبدأ في تعريف عملية البلان ريسك ونشوف الكي بنفيت أو الفايدة الأساسية. طالما احنا هنا في عملية بلان، فأكيد هتقول لي هاو، يعني إزاي؟ هتقول لي إزاي هيتم تطبيق أنشطة إدارة المخاطر في المشروع. How to identify risk, how to analysis, how to plan response, how to monitor, how to implement. هتديني الإرشادات والتوجيه للتعامل مع عمليات إدارة المخاطر. ده موضوع مهم جدا جدا جدا. طيب هنبدأ في الانبوتس والتولز والتكنيك والاوتبوتس. الانبوتس اللي موجودة معانا هي أول حاجة البروجكت تشارتر، ميثاق المشروع. لو أخدنا بالنا إن هو انبوتس في جميع عمليات البلان، البلان سكوب، البلان سكادول، البلان كوست، البلان ريسورس، في جميع عمليات البلان، لأن هو بيحتوي على كل المعلومات بشكل هاي ليفل. عندنا هنا هنحتاجه في عملية البلان ريسك، لأنه بيحتوي على الهاي ليفل ريسك أو الأوفرول بروجكت ريسك، المخاطر اللي ممكن تأثر على المشروع. ولكن هنا السؤال، المخاطر دي بشكل هاي ليفل ولا بشكل ان ديتيلز يا شباب؟ التشارتر في المخاطر بشكل هاي ليفل ولا بشكل ان ديتيلز؟ الناس تجاوبني في الشات. بالظبط كده، الله ينور عليكم. التشارتر بيحتوي على المخاطر بس بشكل هاي ليفل. تمام، هنستعين بيها هنا كانبوتس عشان نبدا ان احنا نستعين بالخبره ونطلع الخطه بتاعتنا. لو جينا نشوف هنا، نشوف موضوع مهم، هو
البروجكت مانجمنت بلان كانبوتس، ولكن كانبوتس بكل محتوياتها بكل مكوناتها، كل البلانز اللي احنا اخذناها مع بعض وكل البيز لاينز. ده هيقول لك، ده يعني هيديك انديكيشن ان عمليات المخاطر موضوع مهم جدا. عشان تخطط للمخاطر لازم يبقى عندك انفورميشن عن الـ عن السكادوال وعن الكوميونيكيشن وعن الكوست وعن الستيك هولدرز وعن البروكيورمنت وكل حاجه انت اخدتها، لازم يكون عندك بيها داتا ومعلومات عشان اعمل خطه افكتيف، خطه فعاله، خطه تصلح للتطبيق. طيب عندنا حاجه مهمه جدا برضو في من المدخلات، وهي الستيك هولدر ريجستر او سجل المعنيين. سجل المعنيين ده بيحتوي على ادوار الستيك هولدرز، ستيك هولدرز رولز ومعلومات عنهم، وحاجه مهمه جدا بقى الاتيتيود بتاعهم، الستيك هولدرز اتيتيود. يعني ايه اتيتيود؟ يعني الستيك هولدرز دول هل هم ريسك سيكر؟ هل هم بيحبوا ياخدوا المخاطر؟ هل هم ريسك افيرس، يعني مش بيحبوا ان هم يعني يدخلوا في حاجه فيها خطر، ولا هم ريسك نيوترال؟ ده هيديك الاتيتيود بتاع الستيك هولدرز. ده مهم جدا وانا لسه بعمل ايه البلان. طبعا حاجتين مهمين جدا، الاي اف والاو بي اي، العوامل اللي بتاثر على المشروع سواء داخليه او خارجيه، والاو بي اي الدروس المستفاده من المشاريع اللي قبل كده، والتمبلتس وكل حاجه ممكن نستعين بيها موجوده في الاو بي اي. طبعا طالما انا هنا في عمليه بلان اكيد هستعين بالاكسبرت جادجمنت، بالخبره او حكم الخبره، سواء انا في يعني سواء من داخل الشركة عندي أو من خارج الشركة، هيعملوا ميتينج، هيعملوا اجتماعات عشان يعملوا تحليل، هيعملوا داتا أناليسيس، هيحللوا البيانات اللي موجودة عندنا كلها عشان نطلع بخطة ريسك مانجمنت بلان. أنا الهدف من العملية إن نطلع بخطة. طيب الخطة دي موجود فيها إيه؟ فاكرين لما قلت لكم الكوميونيكيشن مانجمنت بلان كنت سهلتها عليكم خالص، قلت لك هي فيها ايه؟ المعلومات اللي هتروح للستيك هولدرز، وامتى هتروح، والمين، وازاي، وكم مره. انا هنا برضو هسهلها عليك خالص، مش محتاج تحفظ اي حاجه. الريسك مانجمنت بلان موجود فيها ايه؟ طيب اول حاجه كده هنبداها، مين هيعمل ايه؟ يبقى هنتكلم على ايه؟ على ادوار ومسؤوليات. مين هيعمل ايه؟ رولز وريسبونسابيلتيز، كل واحد دوره ايه ومسؤول عن ايه، ولكن خاص بالريسك. خلي بالك ان هنا بتكلم في ريسك، يبقى دور كل واحد ومسؤولياته او واجباته اللي هينفذها، ولكن الخاصه بعمليات اداره المخاطر. طيب انا كده قلت مين هيعمل ايه، طيب امتى؟ امتى وكم مره؟ يبقى هنتكلم على تايمينج، امتى وكم مره هيتم تطبيق عمليات المخاطر، فلازم هنعمل ليها جدول زمني كده. هنعمل بلان امتى؟ هنعرف المخاطر امتى؟ هنعمل لها تقييمات وتحليلات امتى؟ امتى هنعمل بلان ريسبونس؟ امتى هنعمل مونيتور للريسك؟ يبقى انا كده قلت امتى وكم مره؟ بكام؟ بكام يعني هنتكلم على فاندنج. في ناس كتير بتغلط في الموضوع ده، موضوع الفاندنج. لما اجي اتكلم على الفاندنج انا ما بتكلمش على الامباكت. الامباكت على المشروع ده هعرفه بعدين لما اجي احلل. هنحلل المخاطر، هعرف الامباكت. طيب يعني ايه فاندنج؟ فاندنج الفلوس، الاجور، الرواتب اللي انا اللي هتتصرف عشان اطبق عمليات المخاطر. خلي بالك مش انا هستعين بخبره وهجيب سوفت ويرز وكل الكلام ده، يبقى انا هنا عايز الفند اللي انا هحتاجه عشان اطبق الاكتيفيتيز الخاصه بايه؟ الخاصه بعمليات اداره المخاطر. خلي بالك من الموضوع ده، موضوع مهم جدا وكتير بيغلط فيه. يبقى انا كده عرفت مين هيعمل ايه، امتى، وكم مره، وبكام. طب ازاي؟ هل هيعملوه كده وخلاص، ولا لازم في منهجيه هنمشي عليها، في ادوات تقنيات هنمشي عليها، الناس هتقعد مع بعضها، هنعمل برين ستورمنج، هنعرف مخاطر، هنستخدم ادوات، هنستخدم المونتو كارلو، كل الكلام ده هجيبه منين؟ من الاستراتيجيات. هل انا هنا هتبع منهجيه مثلا او البيست براكتس اللي كانت موجوده في حسب البي ام اي، ولا هتبع ايه؟ ايه التولز اللي هستخدمها؟ هستخدم المونتو كارلو، هستخدم التورنادو، هعمل برين ستورمنج، ايه التولز اللي انا هستخدمها والبيانات اللي انا هستعين بيها؟
طيب انا كده قلت مين هيعمل ايه، امتى، كم مره، بكام، ازاي. طيب انا كده خلصت؟ لا، انا كده لسه ما خلصتش محتويات الريسك مانجمنت بلان. طيب نستكمل مع بعض. في حاجه هنا مهمه جدا عندي، وهي الريسك كاتيجوريز او تصنيف المخاطر. هتتصنف ازاي المخاطر دي؟ طيب هل انا هنا لحد الان لسه عندي خطر، لسه عندي مخاطر عرفتها، ولا انا لسه بحط خطه؟ انا لحد الان لسه ما اتكلمتش على مخاطر، لسه ما اتكلمتش انا عندي كام خطر. الكلام ده كله هعرفه في العمليه اللي جايه، عمليه الايدنتيفاي ريسك. تمام. طيب ايه هو اللي هيصنف لي مصادر المخاطر دي؟ هو حاجه اسمها الار بي اس، لكن خلي بالك دي مش ريسورس، ده ريسك، ده ريسك بريك داون استراكشر. هو شكل هرمي هيروديكال، شكل هرمي زي كده. هيعمل تصنيف لايه؟ للمخاطر ولا مصادر المخاطر اللي ممكن تاثر؟ لا، انا بتكلم على سورس، البوتنشال سورسز، المصادر المخاطر المحتمله. يعني ممكن اصنفها، هل هي مخاطر ممكن تجي لي من امور تكنيكال، امور فنيه، او من بره الشركه، او من داخل الشركه، او من امور اداريه. كل الكلام ده ايه؟ كل الكلام ده انا بتكلم دلوقتي على مصادر المخاطر. طيب لو جينا عملنا زوم كده على الشكل اللي معانا ده، طبعا الشكل ده مش موجود في الاصدار السادس، الشكل ده انا جبته من البين بوك الاصدار الخامس. هو شكل هرمي، يبقى لازم اجيب لك شكل هرمي، انما الشكل التاني ده موجود في الاصدار السادس. طيب هنا تكنيكال، يعني دي كلها مصادر للمخاطر ممكن استخدمها عشان اطلع ايه هي المخاطر اللي ممكن تحصل عندي. هل هي من التكنولوجي، من الريكويرمنت، من الجوده، من كل الكلام ده؟ هل هي مصادر ممكن تجيلي من بره، من المقاولين، من الحكومه، من السوق، من الكاستمر، من الطقس، من المناخ، كل الكلام ده؟ هل هي من داخل الشركه؟ تمام. هل في مشاكل في الفاندنج، في التمويل، في الاولويات، في الموارد، كل الكلام ده؟ هل عندي ضعف اداري ممكن يولد لي مخاطر عندي؟ عندي مشاكل في الاستيميشن، مشاكل في موضوع الاستيميشن، موضوع التقديرات، عندي مشاكل في البلاننج، في التخطيط، في المراقبه والتحكم، او في التواصل ما بين التيم ممبرز او الستيك هولدرز. طيب الشكل ده هو نفسه الشكل ده، ولكن ده موجود في البين بوك الاصدار السادس، وده موجود في البين بوك الاصدار الخامس. انا حبيت اقول لك او اجيب لك الاثنين عشان تبقى واضح. هنا بيقول لك شكل هرمي، يبقى انا جبت لك الشكل الهرمي ده. بنفس الطريقه ممكن يبقى الخطر جاي من امور تكنيكال او مانجمنت او كوميرشال او اكسترنال وهكذا. فقط دي البوتنشال سورسز. انا هنا لسه ما اتكلمتش على ريسك. خلي بالك في عندنا تولز هنستخدمها في عمليه التحليل اسمها ريسك كاتيجوريزيشن، هنصنف المخاطر، ولكن انا عرفتها، عرفت مصادرها. انا هنا لسه بقول لك ايه هي المصادر اللي ممكن تاثر عليا، او انا استنتج منها الريسك اللي ممكن تاثر عندي في المشروع. انا لحد الان لسه ما خلصتش، انا لسه هنا في محتويات الريسك مانجمنت بلان. في حاجه مهمه هنا اللي هي الديفينيشنز اوف ريسك بروبابيلتي اند امباكت، تعريفات عن الاحتماليه والتاثير. طيب كل شركه بتبقى حاطه ليها ليميتيشن او حدود او تريشولد، امتى يكون المخاطر دي عندي او بالنسبه للشركه او للكي ستيك هولدرز عاليه جدا ولا متوسطه ولا ضعيفه. هنا حطيت لها ليميت، يعني لو اثرت عندي في التايم قد كده والكوست قد كده ونسبه حدوثها قد كده، والله الخطر ده عندي فيري هاي. ونفس الكلام لو بنسبة من كام لكام، لو هيحصل بنسبة من 50 ل 70، من 30 ل 50، ده بالنسبة للشركة أو الكي ستيك هولدر. فهي فقط بتديك انديكيشن كده للريسك ابيتايت، هي بتعكس الريسك ابيتايت أو التريشولد للشركة أو للكي ستيك هولدرز. ده موضوع مهم هنستعين بيه بعدين، بعد ما نعرف ونيجي نحلل المخاطر ونعمل بقى البروبابيلتي اند امباكت ماتريكس. طيب دلوقتي عندي برضو من محتوياتها البروبابيلتي اند امباكت ماتريكس، دي هتكلم عليها بعدين في عمليه التحليل النوعي.
تمام اوكي، هنأجلها لوقتها. هنتكلم على الستيك هولدر ريسك ابيتايت، يعني الرغبة في المخاطرة لدى المعنيين. يعني كل ستيك هولدرز او كل شركة بيكون لها تريشولد او عتبة او ليميت، فوق الليميت ده الشركة مش هتقبل بالمخاطر دي، تحت الليميت ده اوكي ممكن ان احنا ندخل في المخاطر او ناخد الخطر ده. برضه بتقول لك الستيك هولدرز دول هل هم ريسك سيكر، هل هم افيرس اتيتيود. هي بتقول لك الرغبة في المخاطرة لدى الستيك هولدرز. طيب مش احنا اثناء المشروع في تقارير هتروح وهتيجي وكده، شكلها عامل ايه؟ يبقى انا كده بتكلم على الريبورتنج فورمات، التقارير الفورمات الخاصة بعمليات المخاطر. طيب التراكينج، التراكينج يقصد بيها المراقبة، ازاي هيتم تسجيل وعمل مراقبة للمخاطر وكمان عمل اوديتنج، يعني بعد كده ان شاء الله يعني في عملية المونيتور ريسك في عندنا تولز مهمة جدا وهي الريسك اوديت. يعني هنا بتقول لك بتوجهك، انا هنا في عملية بلان هتوجهك ازاي هيتم عمل مونيتور او تراكنج للمخاطر، وازاي هنعمل اوديتنج، وازاي هيتم تسجيلها او تسجيل انشطة المخاطر ريسك اكتيفيتيز. ودي كانت محتويات الريسك مانجمنت بلان. طيب دلوقتي احنا كنا بنتكلم كلام نظري، طب لو طلب منك انك تعمل خطة للمخاطر ريسك مانجمنت بلان هتعملها ازاي؟ انا هنا جبت لك تمبلت ممكن تستعين بيها او شكلها. هنا بتكتب هنا اسم المشروع بتاعك وامتى انت يعني امتى عملت الخطة بتاعتك دي. هنا بتحط الاستراتيجي بتاعتك او المنهجية اللي انت هتتبعها، مثلا هتتبع مثلا البي ام اي، هنا الميثودولوجي او التكنيك اللي انت هتستخدمها، التولز اللي هتستخدمها اثناء عمليات المخاطر، هستخدم المونت كارلو، هستخدم البرين ستورمنج، الروت كوز اناليسيز، التورنادو وكل الكلام ده، واي داتا هستعين بيها هتكتبها هنا في الميثودولوجي دي. طيب مين هيعمل ايه؟ هتكلم على رولز وريسبونسابيلتيز، كل واحد دوره ايه؟ مسؤول عن ايه؟ طبعا هنا بتكلم على الريسك كاتيجوريز، احنا طبعا صنفناها من شويه، هي مصادر المخاطر ممكن تبقى مصادر جايه من اكسترنال، من الانفايرمنتال او من الشركه، من الاورجنايزيشن، كوميرشال، تكنيكال، مانجمنت، كل الكلام ده هنا. طبعا بكام ريسك مانجمنت فاندنج، بكام يعني كل عمليه ممكن تكلفك قد ايه، هستعين بخبره هيتكلفوا قد ايه، كل الكلام ده. طيب امتى وكم مره، امتى هنعمل تعريف للمخاطر، امتى هنعمل تحليل، امتى هنعمل ريسبونس، كم مره، مره في الاسبوع، مره كل اسبوعين، الكلام ده كله هتكتبه في الخطه. طيب الستيك هولدر ريسك توليرانس، هنعمل الريسك تريشولد العتبه بتاعتهم، هل المخاطر او حجم وكميه المخاطر اللي هيتحملها الستيك هولدرز دول، يعني الليميت او لحد قد ايه او لحد كام الشركه او الستيك هولدرز هيتحملوا المخاطر ده او الليميت. هنا بنتكلم طبعا على الريسك تراكنج اند اوديت، هنا طبعا هتوثق لك ان ازاي هيتم تسجيل واداره المخاطر وعمل اوديتنج لعمليات المخاطر. ده موضوع الديفينيشنز اوف بروبابيليتي. انا قلت انا عندي ديفينيشنز اوف بروبابيليتي اند امباكت. طيب مش انا قلت لك الشركه او الكي ستيك هولدرز بيحط لهم ليميت معين كده على اساسه بعرف ان المخاطر دي هاي ولا فيري هاي ولا ميديوم ولا لو. فهي الشركه بتقول لك والله لو انا عندي نسبه احتمال الخطر ده 80% يبقى هو عندي فيري هاي، لو من 60 ل 80 يبقى هاي، لو من 40 ل 60 يبقى ميديوم، وهكذا. لو هيكلفني مثلا تكلفه اكبر من 20% يبقى كده فيري هاي، من 15 ل 20% يبقى هاي، وهكذا. هي بتحط ليميت او بتحط ليها ديفينيشنز عشان تستعين بيها، او عشان انت كمدير مشروع هتستعين بيها طبعا وانت بتحلل المخاطر. وبكده يبقى احنا خلصنا مع بعض اول عمليه، وهي عمليه البلان ريسك مانجمنت.